مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. تبدأ القصة بدخول سيارة نقل المساجين إلى السجن. هذا السجن الذي يعد أحد أقوى السجون في العالم. عند دخول المساجين قام الضابط بتفتيش جميع السجناء وأدخلوهم إلى جهاز كشف الأسلحة، حتى جاء دور بطلنا ريكي أو، فنعلم أن ريكي محكوم عليه بعشر سنوات بتهمة القتل. عند دخول ريكي إلى جهاز كشف الأسلحة، قام الجهاز بإصدار صوت الإنذار. قام الحراس بإمساك ريكي، ولكننا نعلم أن سبب هذا الصوت هو الرصاص الموجود داخل قفصه الصدري، وهذا لتعرضه للضرب بالرصاص قبل دخوله للسجن. وبرغم تعجب الجميع من كيفية بقاء ريكي على قيد الحياة برغم هذا الرصاص الموجود في جسده، ولكن أدخلوه إلى السجن. يمر الوقت ونرى ما هذا الرجل العجوز والبسيط. ظهر له عصابة بقيادة لين، وقاموا بضرب ما والسخرية منه لأنه كان يحب اقتناء ألعاب الأطفال، واستمر الرجال بضرب ما، وذلك بعلم أفراد أمن السجن. فنعلم أنهم يتقاضون أموالا من هؤلاء المجرمين حتى يصمتوا. يرى ريكي ما حدث وانتظر حتى مر لين أمامه وقام بإسقاطه أرضا ليسقط على مسامير حادة وأصيب إصابة بالغة. بعد ذلك قام زملاؤه بحمله حتى يذهب لعلاجه، وقالوا لريكي سننتقم منك. بعد علاج المجرم لين قال لأتباعه سأنتقم من هذا الولد لما فعله بي. ذهب لين لأحد الحراس واتفق معه على خروج المجرم شاكل، هذا المجرم الخطير الذي يسجن في الحبس الانفرادي دائما، وذلك لما يتسبب به من مشاكل لجميع السجناء. في هذا الوقت يطالب السيد ما من الحراس أن يتدخلوا ويقوموا بحماية ريكي من لين وعصابته. رفض الحراس ما قاله السيد ما وسخروا منه. يأتي الليل وقام السيد ما بالانتحار نتيجة حزنه الشديد. يعلم المساجين ما حدث للسيد ما، وقاموا برفع أصواتهم في السجن احتجاجا على هذا الظلم. علم بطلنا ريكي ما حدث وذهب إلى جثة ما وقال للحراس اخلعوا هذه القيود المعلقة على يديه فهو ميت الآن. رفض الحراس ما قاله ريكي، فقام بطلنا بكسر القيود الحديدية بيده ووضع على جثمانه لعبة من ألعابه. وعند ذهاب الحراس لدفنه توعد بالانتقام وقام بالبكاء وشعر بحزن شديد لما وقع على هذا الرجل الكبير من ظلم تسبب بموته. تمر الأحداث ويذهب بطلنا للاستحمام ليظهر له لين ومعه المجرم شاكل. قام شاكل بضرب بطلنا لكمة عنيفة لنعلم أن هذا الرجل قوي جدا. قرر ريكي قتاله وبالفعل انقض عليه بلكمة قوية جعلته يسقط برغم ضخامة جسده. قام لين بمهاجمة ريكي بمسمار حاد، ولكن قام بطلنا بكسر يد لين وتخلص منه أيضا. بعد ذلك قام الحراس بأخذ ريكي إلى الحبس الانفرادي، وقبل أن يذهب ظهر له المقاتل هاي وهو أقوى مقاتل في السجن. وقال هاي لبطلنا إذا شعرت أنك تسبب أي فوضى مرة أخرى سأتخلص منك. لم يرد عليه بطلنا وذهب للحبس. عندما دخل ريكي للحبس بكى لأنه تذكر سبب دخوله للسجن. فنعلم أن ريكي كان من عائلة غنية. بعد وفاة والده قام عمه بتربيته وعلمه فنا قتاليا، ولكن هذا الفن مختلف عن باقي الفنون القتالية، فهو فن قتالي سري يجعل من يتعلمه شخصا قويا جدا لا يهزم أبدا. ويتذكر عندما بدأ عمه بتدريبه وجعله مقاتلا شرسا جدا صاحب جسم قوي يتحمل أي ضربات مهما بلغت قوتها. تمر الأحداث ويطلب مسؤول السجن مقابلة ريكي، فنعلم أن هذا المسؤول رجل عديم الرحمة. قال هذا الرجل لريكي لقد تسببت في بعض المشاكل لي، وجلس على مكتبه وعرض لبطلنا صوره وقال له هل تود أن تعلم من هذه الفتاة؟ ذهب ريكي ليرى الفتاة الموجودة في الصورة، فضربه هذا الرجل بسلاحه الحاد، ولكن قام ريكي بكسر المكتب وتخلص من سلاحه وكاد أن يقضي على مسؤول السجن، ولكن أخذ الصورة وذهب لحبسه، وكانت الصورة هي لأخته الصغيرة كاي. جلس بطلنا في غرفة الحبس وظل يعزف على آلة الفلوت وهو حزينا،
لأنه يتذكر ذكرياته الجميلة قبل دخوله السجن. في هذا الوقت طلب مدير السجن أن يأتي المقاتل هاي إليه، وعندما حضر هاي قال له مدير السجن: يجب أن نقوم بتأديب ريكي. فقال له: حسناً سأقوم بتأديبه. قام المقاتل هاي بربط أحد المساجين داخل السجن، وقال للجميع أن لا يقوموا بتحريره حتى يأتي ريكي لكي يقاتله. بالفعل وصل له ريكي، وقال له المقاتل هاي: أنا مستعد لقتالك. وبدأ القتال بينهما لنرى أن المقاتل هاي سريع للغاية ويمتلك لكمات قوية. دافع ريكي في البداية، ولكن سدد له هاي لكمة قوية، وقام هاي باستخدام سكين وقام برش زجاج على عين بطلنا حتى يفقده الرؤية ويتخلص منه. وبالفعل هذا الزجاج جعل ريكي لا يرى شيئا أمامه، فقام المقاتل هاي بضرب بطلنا ضربات قوية مما أسقطه أرضا. وعند سقوط ريكي وجد أنه بجانب نافورة مياه، قام بكسر نافورة فانطلقت المياه بشكل قوي وجعلته ينظف عينيه الممتلئة بالزجاج وأصبح يرى مرة ثانية. استرجع قوته مرة أخرى وذهب إلى المقاتل هاي وسدد له لكمة مميتة على رأسه حتى تخلص منه. بعد ذلك ركض بطلنا حتى يحرر السجين الذي قيده هاي، ولكنه اكتشف أنه تأخر لأنه قد توفي. غضب بطلنا وجمع المساجين لوفاة هذا الرجل، وذهب جميع المساجين إلى مسؤول السجن حتى ينتقموا منه، ولكن ظهر لهم ثلاثة مقاتلين محترفين في استخدام الأسلحة وقاموا بقتل بعض المساجين. فنعلم أن هؤلاء الرجال هم الحراس الشخصيين لمدير السجن، وهم المكلفين بحمايته من أي خطر. قال ريكي للسجناء لا تقتربوا من مسؤول السجن، وقرر عدم قتال هؤلاء الحراس لأنه يخاف من وفاة أي سجين آخر مرة ثانية. بعد ذلك قام بحمل الرجل المتوفى حتى يقوم بدفنه، وعند ذهابه قال له مسؤول السجن: ما رأيك أن تصبح رجلا من حراسي؟ لم يرد عليه بطلنا وذهب ليدفن الرجل. يمر الوقت واجتمع بطلنا بسجين اسمه شاه، وهو شخص مقطوع لسانه. بدأ ريكي يعلمه العزف على آلة الفلوت. في هذا الوقت ازداد حب السجناء لريكي بسبب قلبه الطيب وحبه للمساعدة. يجتمع حراس مدير السجن وقرروا أن يقتلوا شاه حتى يصلوا إلى ريكي ويقضوا عليه أيضا. وفي اليوم التالي تم قتل السجين شاه. وعندما علم ريكي شعر بالحزن الشديد لوفاة شاه وقرر الانتقام. تمر الأحداث ويقوم بطلنا بحرق مبنى في السجن، وقابل أحد الحراس الشخصيين لمسؤول الشخص وبدأ القتال بينهما. فنرى أن هذا الرجل لديه سرعة جنونية، فضرب ريكي لكمة عنيفة واختفى من أمامه. وقف بطلنا ليكمل القتال فتفاجأ بوجود باقي الحراس أمامه. قام الحارس الآخر بضرب بطلنا بحبل حاد للغاية، وقام الحارس الأخير الضخم بإمساك ريكي وأدخله إلى الحبس، ليقوم بعدها مدير السجن بملء الزنزانة الموجود فيها بالإسمنت. هذا الإسمنت كاد أن يقتل ريكي، لكن استطاع الهرب في النهاية، فأمر مدير السجن بوضعه في الحبس الانفرادي حتى يتخلص منه في يوم آخر. في اليوم التالي يأتي رجل من السفر اسمه زانغ، فنعلم أن زانغ هو المدير الحقيقي للسجن، بينما المدير الحالي هو مساعد زانغ، ويعد زانغ رجلا شريرا وعديم الرحمة أيضا. يجلس زانغ مع مساعده ويسأله عن أحوال السجن في غيابه، فيقول المدير السابق أن هناك رجلا يدعى ريكي قام بحرق مبنى في السجن وسبب الكثير من المشاكل. طلب زانغ مقابلة ريكي وذهب إليه بالفعل، فنرى أن جسد ريكي ما زال ممتلئاً بالإسمنت. عندما رآهم بطلنا شعر أنهم قادمون لقتله، فانفعل جداً وقام بكسر القيود المعلقة في يديه وتخلص من الإسمنت الملتصق بجسده. وقام بإمساك زانغ من رقبته وقال له: جاء الوقت لأنتقم منك، وقام بخنقه ليدخل عليه الحارس الشخصي الضخم، وقام بضرب بطلنا ونجح بربطه في السجن. ولكن تخلص بطلنا من القيود وقام بضرب هذا الحارس الضخم،
وعند بداية سيطرة ريكي على القتال، قام مدير السجن بإنزال سقف غرفة الزنزانة إلى الأسفل من خلال جهاز اللاسلكي، فاستمر سقف السجن بالنزول إلى الأسفل وكاد أن يسحق ريكي، ولكنه قاوم السقف بيديه بصعوبة شديدة حتى استطاع النجاة وهرب من الزنزانة. انفعل ريكي على زانغ ومساعده واقترب منهما حتى يقضي عليهما، ولكن قام زانغ بإسقاطه في فخ عن طريق جهاز اللاسلكي. في اليوم التالي نرى أن ريكي تم ربطه بسلاسل قوية وتم وضعه داخل حفرة كبيرة في منتصف ساحة السجن، ليأتي المجرم زانغ ويأمر المساجين بدفن ريكي حياً بالرمال. رفض المساجين وقالوا إن ريكي رجل صالح. انفعل زانغ وأمر أتباعه بضرب المساجين بالرصاص، فيقول لهم بطلنا: قوموا بدفني حتى لا يقتلوا أحدا منكم. بالفعل بدأ المساجين برمي الرمال فوق جسد بطلنا، وألقى مسؤول السجن أنبوبة لكي يتنفس منها أثناء دفنه، وأمر زانغ بأن يدفن لمدة أسبوع كامل. فكان زانغ يريد أن يقوم بتأديبه أمام جميع المساجين. عند ذهاب الجميع وأثناء وجود بطلنا تحت الرمال وهو يتنفس بصعوبة، تذكر أخته الصغيرة كاي عندما اختطفها بعض المجرمين وكانوا يريدون استغلال جسدها، فقامت بالانتحار حتى لا يغتصبها أي أحد. وعندما علم ريكي ما حدث ذهب للعصابة وقام بقتلهم جميعا، ولهذا السبب دخل السجن رغم أنه كان ينتقم لأخته. بعد انقضاء الأسبوع أمر المجرم زانغ بخروج بطلنا من تحت الرمال، وتفاجأ الجميع بأنه في كامل قوته. أمر زانغ أحد الحراس بضربه، وقام الحراس بتعذيبه، وقال زانغ لريكي: كل هذا سينتهي، ولكن إذا وافقت على أن تكون من حراسي. لم يوافق ريكي، فأمر زانغ بتعذيبه أكثر. تمر الأيام وذهب مسؤول السجن ليعذب بطلنا، فتفاجأ بأنه قد هرب من الزنزانة. وعندما دخل مسؤول السجن لداخل غرفة الحبس تفاجأوا بأن ريكي كان ملتصقا بالسقف حتى يهرب من الغرفة، وعندما رآه مسؤول السجن قام ريكي بضربه حتى تخلص منه. بعد خروج بطلنا من السجن تشجع المساجين وقاموا بثورة ضد زانغ وأتباعه. ذهب ريكي إلى زانغ حتى يخلص الجميع من شره، فتفاجأ بوجود الحرس الأقوياء، فقام ريكي بقتالهم واستطاع هزيمتهم والقضاء عليهم. يذهب أخيرا إلى زانغ بدون حراسه، وعند بداية القتال نرى أن زانغ يستخدم بعض الحركات الغريبة التي تحول جسده إلى وحش حقيقي. ذهب ريكي لكي يقوم بضربه، ولكن كل ضرباته لم تؤثر في زانغ، فقد تحول جسده إلى كتلة عضلية قاسية، ولكن بعد جهد شديد استطاع ريكي القضاء عليه في النهاية برميه في مفرمة اللحم حتى تخلص منه. بعد ذلك أخبر المساجين بأن المجرم زانغ قد تم قتله، وذهب إلى حائط السجن واستطاع كسر الحائط بلكمة حديدية حتى استطاع الخروج وحصل على حريته. اترك لنا رأيك في التعليقات، وللمزيد لا تنسى متابعتنا حتى يصلك كل ما هو قادم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.